وأبدأ من الخرطوم. سيد أحمد، إلى أي مدى الدعوات التي وجهت تقريبا من كل الزعماء العرب تدعو إلى وقف القتال يمكن أن تجد آذانا صاغية في الخرطوم؟ السلام عليك عليكم وعلى السلام. ضيوفك الثلاثة. هذه الدعوات هي تجد صدى طيبا من المواطنين السودانيين والشعب السوداني، لأنه غادة الدول العربية والأقطار العربية يقفون مع السودان في هذه الأزمة. نتمنى من يعني خالص الأمنيات بأنه قائد الجيش وقائد دعم السريع أن يلبوا هذه الدعوات، لأن هي دعوات ترى يعني أنه هنالك بعض الأقطار العربية هي واجهت مثل هذه الظروف وعاشت هذه الظروف، وتعني وتعرف لماذا يعني ماذا يعني حرب داخل مدن وداخل الأحياء السكنية، وماذا يفضي. يعني حتى في قبل الخبر الأخير الرئيس اللبناني يتحدث عن النازحين السوريين في لبنان نتيجة للحروبات، فبالتالي هنالك تجارب عربية كثيرة حدثت في الوطن العربي مشابهة لما يحدث في السودان، وبالتالي على المبعوث مبعوث البرهان وعلى قائد الجيش والدعم السريع أن يكون لهم آذان ساقية، أن يستمعوا إلى هذه الدعوات حتى يفوت الفرصة على يعني على الخراب والدمار الذي حصل في السودان. نعم، الآن نحن ندخل في الشهر الثاني، إلى الآن لم يكن هنالك منتصر في هذه الحرب. الخاسر الوحيد هو المواطن السوداني والشعب السوداني النزح من داخل الخرطوم إلى الولايات نعم، القريبة من الخرطوم أو حتى البعيدة ودول الجوار، والمشهد الآن أصبح هنالك وضع إنساني معقد على الأرض. العمليات العسكرية في الأرض إلى الآن يعني إلى الآن هذه العمليات لا تنبي بهنالك منتصر، بل هنالك تدمير. معظم ساكني ولاية الخرطوم أو 50% من الأحياء الكبيرة في الخرطوم الآن أصبحت هي فارقة من السكان نعم، وتعرضت للنهب وإلى الدمار. بالتالي من المهم مثل هذه الاجتماعات والقمم العربية أن تعالج هذه الإشكال بشكل واضح وبشكل صريح، وأن يكون هنالك حديث واضح وصريح، خاصة طالما هنالك مبادرة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في جدة، وهذه القمة العربية الآن هي في السعودية، يفترض أن تدي دافع قوي وكبير للوصول إلى هدنة في السودان نعم. وفتح مسارات، بالإضافة إلى رقابة لصيقة لهذه الهدنة.